فضيلة الشيخ أحمد أبو الوفا مدير إدارة الدعوة بأوجاف. جينا عايزين نعرف من حضرتك يعني تكلمنا عن تاريخ العارف بالله سيد عبد الرحيم القنائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل عليه يا رب، وعلى آله وصحبه والانتصار على نهجه واتبع طريقته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيدي عبد الرحيم القنائي الذي نسب إلى قنا ونسبت قنا إليه، رجل جاء إلى قنا في بداية الأمر وذهب إلى مدينة قوس، فلما وجد كثرة من العلماء في مدينة قوس جاء إلى مدينة قنا حيث كان سيد عبد الله القرشي رضوان الله عليه في استقباله، وجلس في بادي الأمر في مجلس سيدي عبد الله القرشي كتلميذ. ولما رأى سيدي عبد الله القرشي ما في سيدي عبد الرحيم القنائي من علم غزير ووفير، أصبح سيدي عبد الله القرشي تلميذ سيدي عبد الرحيم القنائي. وسيدي عبد الرحيم القنائي كان بجوار تدريسه للعلم في هذا المكان، كان رجلا تاجرا ينفق من تجارته على نفسه وعلى تلاميذه، وكان له دروس كثيرة في الفقه وفي التاريخ الإسلامي وفي أصول الفقه، وكان له دعاء أشهر رضوان الله عليه، حيث كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حياة العلم وعلم الحياة. سيدي عبد الرحيم القنائي رضوان الله عليه يمتد نسبه ليصل إلى سيدنا الحسين رضوان الله عليه، فهو شريف النسب من أبناء الإمام الحسين رضوان الله عليه. أثر في قنا فأصبح له جموع من التلاميذ، درس في مقام التصوف وفي مقام الولاية، حتى أنه له في مقام الولاية مقولات شهيرة، منها مقولات أن الولاية تبدأ بمجاهدة النفس، فإذا جاهد الإنسان نفسه وبعد المجاهدة والمصابرة والمكافحة يأتي مقام المشاهدة أو ما يسمى. صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه، النبي حاضر يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النصارى والمجوس أسلموا على يدي، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، ونالوا البركات كل من صلى عليه. اللهم صلِّ وسلِّم.